قالت الحكومة اليمنية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة البريطانية روبيمار التي تعرضت لهجوم حوثي تتجه نحو جزر رحنيش اليمنية في البحر الأحمر، ما يهدد بكارثة بيئية كبرى. ودعت الحكومة إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة، كما أشارت إلى أنها تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، ومؤكدة ضرورة منع تسرب تلك المواد الخطرة في مياه البحر. كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف الحوثيين للسفينة الأحد الماضي، تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلاً.